تعالي. أخي العزيز معالي وزير الخارجية أحمد عطاط وأعضاء الوفد الجزائري المحترمون، أنا سعيد جدا بأن أستقبلكم في مدينة أنقرة بمناسبة انعقاد لجنة التخطيط المشتركة. وقبل قليل التقيت بأخي معالي الوزير سيد أحمد، وكان اللقاء مثمرا، ولا شك أن ما يجمع بيننا هو الإرادة المشتركة. وكما لا يخفى عليكم أنه بفضل توجيهات وتعليمات قيادتي البلدين نحن نسير في طريقنا امتثالا بذلك، ولا يخفى علينا جميعا مدى الصلة التاريخية التي تجمع بين بلدينا، وهي قوة راسخة لنستمر في علاقاتنا في القرن 21. وإن رئيس الجمهورية السيد تبون قام بزيارة إلى إسطنبول مؤخرا، وهو أكد على أن فوز فخامة رئيس في الانتخابات الرئاسية التركية هو فوز مشترك وفوز للعلاقات التركية الجزائرية. وكما تعلمون في 16 مايو 2012 أيضا الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى، وتم التوقيع على 15 اتفاقية، وآنذاك قد تم إصدار تعليمات بتشكيل لجنة التخطيط المشتركة، ونحن نعمل من أجل أن نحول ثقافتنا المشتركة إلى عمل مؤسسي مشترك، وخلال المرحلة القادمة سنستمر في ذلك. وهدفنا هو أن نتناول جميع المسائل والملفات المرتبطة ببعضنا البعض على أسس سلمية. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الوزير والأخ العزيز، السيدات والسادة أعضاء الوفدين الجزائري والتركي، السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يطيب لي في مستهل كلمتي هذه أن أتوجه لأخي وزميلي معالي الوزير أكرم فيدان لأعرب له عن جزيل شكرنا وعميق امتناننا نظير ما لقيناه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وسخاء العناية منذ أن حللنا بهذه الأرض الطيبة، وأن تجدد لقاؤنا بأهلنا وشقائنا في هذا البلد العزيز علينا. كما يسعدني أن أشرف رفقة معاليكم اليوم على أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية التركية للتخطيط. هذه الآلية الفريدة من نوعها والمتفردة في شكلها، والتي تعكس خصوصية العلاقات التاريخية المتجذرة بين بلدينا الشقيقين، وإثراء الشراكة الاستراتيجية
التي تجمع بينهما في مختلف المجالات والقطاعات الزاخرة بالإمكانيات الهائلة والفرص الواعدة. إن اجتماعنا اليوم في إطار هذه اللجنة يأتي بالفعل في سياق ثنائي يبعث على الارتياح ويشجع على مواصلة الجهود وتكثيفها لتحقيق الأهداف والأولويات التي حددها الرئيسان عبد المجيد تبون ورجب طيب أردوغان بكل وضوح وبكل طموح خلال عديد اللقاءات والمشاورات والاتصالات التي جمعتهما معا والتي كان آخرها حدثات المعمقة تبون إلى تركيا منذ ما يربو عن الشهر بقليل. وأعتقد معالي الوزير والأخ العزيز أنكم توافقونني الرأي إن لاحظت جازما ومخلصا أن هذه اللقاءات على أعلى مستوى وما تمخض عنها من توجيهات سامية قد وضعت بين أيدينا خطة طريق محكمة المعالم ومتكاملة الأركان وثابتة المنطلقات لتعميق التعاون الثنائي وتعزيز جميع أبعاده الثرية، وهو الثراء الذي يعكسه العدد الكبير للقطاعات الوزارية الممثلة في اجتماعنا اليوم والتي تغطي كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية دون أن تغفل البعد الإنساني لما له من مكانة هامة تؤكد على الطابع الخاص بل الاستثنائي للعلاقات الجزائرية التركية. كما لا يفوتني أن أنوه بما تشتمل عليه خطة الطريق هذه من أهداف نوعية ومعايير كمية وأولويات دقيقة تساعد في تحديد ما تم إنجازه وتبعث فينا روح التحدي وتجاوز النفس لبلوغ المستويات والآفاق المتفق عليها، وهو ما ينطبق تماماً على حجم المبادلات التجارية الثنائية والتي قرر الرئيسان عبد المجيد تبون ورجب طيب أردوغان رفع قيمتها إلى 10 ملايير دولار أمريكي على المدى المتوسط. ولنا نفس الطموح فيما يتعلق بالاستثمارات البينية التي يمكن رفعها أيضاً إلى مستويات أعلى تعكس حقيقة طموحنا وجدية تطلعاتنا. ومن هذا المنظور إن اجتماعنا اليوم يمثل فرصة متجددة أولاً لتقييم الأشواط التي قطعناها معاً منذ انعقاد الدورة الأولى لمجلس التعاون رفيع المستوى، وخاصة مدى تقدمنا في تنفيذ القرارات التي اتخذها قائد بلدينا الشقيقين الرئيس عبد المجيد تبون وأخوه الرئيس رجب طيب أردوغان. ثانياً، لتذليل الصعوبات وتجاوز العقبات التي قد تعترض مسار نمو وتطور شراكتنا الثنائية، وذلك من خلال العمل على تثمين المكتسبات ومضاعفة النجاحات الساطعة التي تم تحقيقها في قطاعات الحديد والصلب والنسيج والبناء والأشغال العمومية والتي تنير درب مسعانا المشترك. ثالثاً وأخيراً، لبلورة مقترحات جديدة في سياق التحضير
للدورة الثانية لمجلس التعاون رفيع المستوى التي ستنعقد مستقبلاً بمناسبة الزيارة المباركة التي سيقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الجزائر بدعوة من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون. بناءً على هذه الأهداف الثلاث ونحن نستهل على بركة الله أشغال هذه الدورة الثانية للجنة المشتركة للتخطيط، أود أن أحث ونشجع أعضاء الوفدين الجزائري والتركي من كافة القطاعات المعنية على التحلي بروح المبادرة والابتكار وعلى الرفع من سقف الطموحات في تصوراتهم واقتراحاتهم، لأن ثقتنا تبقى كبيرة في المكبون الزاخر والأفق الواعد لهذه الشراكة التي عادت بمنفعة متبادلة أكيدة وتعد بمنفعة أكبر وخير أوفر في مستقبل قريب بإذن الله. شكراً وشكراً جزيلاً لكم.